نهنئ الشعب الأردني الشقيق بمناسبة عيد استقلاله، ونؤكد هنا على عمق العلاقات الفلسطينية الأردنية، ولابد لنا أن نستذكر معركة الكرامة والتي سطر من خلالها الفلسطينيون والأردنيين أعظم الانتصارات جنبا إلى جنب، كتفا على كتف. يعني كما ذكرت سابقاً، لابد لنا في عيد استقلال الأردن أن نستذكر ونتحدث عن لحمة العلاقات الفلسطينية الأردنية، ومن أبرز هذه الصور التي تتجلى فيها لحمة العلاقات وقربها بين الشعبين معركة الكرامة. والحديث أكثر عن معركة الكرامة معنا اللواء ركن المتقاعد واصف عريقات، وهو خبير ومحلل عسكري وأحد الجنود الأردنيين الذين شاركوا في معركة الكرامة. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بك، تحية. يعني سعيدة جدا بالحديث معك عن هذه الذكريات المشرفة للشعب الفلسطيني والشعب الأردني. يعني أولا نهنئ شعبنا وأهلنا في الأردن بعيد الاستقلال، عيد المجد، عيد العزة، عيد الكرامة. نهنئ الشعب والحكومة والقيادة وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله في هذا اليوم الذي نعتز به، والذي نعتز أكثر حينما نستذكر العلاقات الفلسطينية الأردنية العميقة. تجلت هذه العلاقة العميقة الفلسطينية الأردنية حينما اختلط الدم الفلسطيني بالأردني وأنتج نصرا وصمودا لمدة 16 ساعة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في يوم 21/3/1968، معركة الكرامة التي أعادت بالفعل الكرامة للجيوش العربية، للأمة العربية، حينما صمد الفلسطينيون والأردنيون محتضنين من الشعبين الأردني والفلسطيني، وقاوموا هذا الاحتلال وهذا الجيش الذي كان يعتبر نفسه أنه لا يقهر وقهر، ولأول مرة يطلب هذا الجيش وقف إطلاق النار، وكانت الكلمة العليا للأردنيين والفلسطينيين وليست لإسرائيل. وجاءت هذه المعركة تأسيساً لانتصارات الجيوش العربية عام 1973 في حرب تشرين. فبالتالي حينما نتحدث عن معركة الكرامة نتحدث عن أبطال شهداء فلسطينيين وأردنيين. وهنا أتذكر زملائي الشهداء خضر شكري، الملازم الأول خضر شكري، والملازم الأول عيسى صياحين، والملازم الأول محمد هويمل الزبن، وكلهم يعني طبعا نحن نقدر ونمجد كل الشهداء، ولكن هؤلاء الشهداء الثلاثة هم زملائي، هم أصدقائي، هم من كنت على مقربة حين استشهادهم. العلاقات الفلسطينية الأردنية هي علاقات تاريخية قديمة جديدة ومستمرة إن شاء الله. نتحدث الآن على العلاقات على المستوى السياسي، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع رح يكون معنا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد المجدلاني، وإضافة لكونه أيضا وزير التنمية إذن في فلسطين. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، مرحبتين. يعني إحنا اليوم موجودين عندك بمناسبة الحديث عن عيد الاستقلال الأردني، والحديث أيضا عن عمق العلاقات الفلسطينية الأردنية على المستوى السياسي. هذه مناسبة مجيدة وعزيزة علينا كفلسطينيين، ولذلك أنا أتوجه بحر عبارات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. والأردن اليوم يتصدر الدفاع عن قضيتين مهمتين، قضية القدس والأماكن المقدسة في القدس من خلال الولاية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، وأيضا عن القدس كلها،
وايضا الاردن اليوم يترأس اللجنه الدوليه اللي برأسها معالي وزير الخارجيه ابن الصفدي مع السويد فيما يتعلق في قضيه اللاجئين. ايضا الموضوع الفلسطيني هو موضوع متوارث، وعلى العكس نحن نشعر اننا نحن والاردن في القضايا الاستراتيجيه نعمل بشكل موحد وبشكل مشترك، ولدينا ذات الرؤية والتنسيق السياسي ما بين القيادتين الفلسطينية والأردنية مع فخامة الرئيس محمود عباس وجلالة الملك عبد الله كان دائما في مستوى الحدث، وكان دائما يعني يواكب كل التطور. شكرا لك لينا عودة من فلسطين، وأيضا من جولتنا المحلية ومن فلسطين رح ننتقل معكم لزملائنا في مكاتب رؤية من مختلف الدول العربية، وتهنئة خاصة في عيد الاستقلال. خلينا نتابع. بنحب نعيد على أهلنا في المملكة الأردنية الهاشمة بمناسبة عيد الاستقلال، كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله يا رب الأمن والأمان للمملكة الأردنية الهاشمية ولكل أهلنا هناك. أنا لبناني بقدر الأردن ومواقفها تجاه لبنان، بنحب الأردن مثل ما بنحب لبنان. هذه الوجهة الحضارية اللي عشتها جزء من حياتي مع الشعب الأردني، وعلى دفع نكسبك على كاسة شاي والبرود تحت الصفر 6 وأنا جسمي خليجي، خرجت من الأردن بثقافة الحب والحب والحب الدائم. أوجه تحياتنا لكل الشعب الأردني والشعب الفلسطيني والشعب الأردني، إخوة، هذا إخوة في الدم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير في عيد الاستقلال. إن شاء الله عقبالنا نستقل، ولا لا إن شاء الله عقبالنا نستقل وصير عنا عيد عن جد زي الأردن. الأردن ما شاء الله بلدنا الثاني والأول الأخرى. هنيون بهالملك والله يوفقهم، يعني المملكة الأردنية الهاشمية ما في مثلها، والحكم فيها كثير 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 منيح، الله يوفقهم. المملكة الأردنية الهاشمية واحدة من الدول العربية الشقيقة العزيزة علينا جميعا، دولة عربية مؤسسة في النظام الأردني العربي، فهي من أوائل الدول التي أسست أو ساهمت في تأسيس جامعة الدول العربية سنة 46 بعد استقلالها مباشرة. ولذلك أنا أعتقد أن الأردن منذ إنشاءه وتأسيسه لعب دورا فاعلا ونشطا في النظام الإقليمي العربي وفي كل الأحداث العربية. بحب كثير الأردن، وكل عام والأردن بألف خير بمناسبة الاستقلال، وكثير بحب الأردن وبروحها كثير. كل سنة وأنتم بخير واستقلالكم بخير وشعبكم بخير، والله خيرنا إياكم، وشكرا على كل مساعدة عم تضحوها لهالبلد عن جد، لو للفقير لو ولد صغير، يعني شكرا كثير لكم. الاستقلال الوطني الأردني برضو مناسبة عزيزة على كل مواطن عربي. السنة دي 2022 أعتقد أن هي تبقى الذكرى 76 للاستقلال الأردني. نتمنى خلال هذه المناسبة كل الخير للوطن العربي وكل الخير للشعب الأردني. نتمنى المزيد من التقدم، نتمنى المزيد من الازدهار للأردن وباقي الوطن العربي. أنا درست في الأردن، هي بلدنا الثاني، وبنحيي الشعب الأردني بنهنيه في عيد الاستقلال، وجلالة الملك حامي الديار المقدسة برضه بنهنيه في عيد الاستقلال. واحنا يعني البلد فلسطين والاردن بلد واحد، درسنا هناك وعشنا هناك وعندنا شغل هناك. بنهنيهم بعيد الاستقلال الاردني وبنتمنى لهم للملك الصحه، وان شاء الله بهداوة البال. بمناسبه عيد الاستقلال بحب بقول للشعب الاردني كل عام وانتم بخير. طبعا الشعب الاردني والشعب الفلسطيني شعب واحد، ما بيفرقنا لا حدود ولا علم، حتى تقريبا نفس الشيء، وشعبنا واحد واحنا اخوان بالدين وبالعهد وكل شيء. ان شاء الله كل عام والملك
والشعب الأردني كلهم بخير إن شاء الله. الله يحمي لهم ملكهم ويقويهم، إن شاء الله بتضل بلد مزدهر يا رب. كل عام والشعب الأردني بألف خير، ينعاد عليهم بالصحة والسعادة بمناسبة عيد الاستقلال. الله يديم الأمن والأمان يا رب. نقول لهم كل عام وأنتم بخير، وأحلى شعب الشعب الأردني. أولاً بمناسبة عيد الاستقلال في الأردن الشقيق، وهم بالفعل أشقاء للشعب الفلسطيني، بنقول لهم كل عام وأنتم بألف خير وجلالة سيدنا الملك عبد الله بألف خير، وإن شاء الله دائما وأبدا الأردن بتكون من أحسن الدول اللي فيها الأمن والأمان، وإحنا بنكلم لهم كفلسطينيين كل التقدير والاحترام.